اكسترا كريكولر وحاجات زي كده ممكن يفيدني في حاجات لطيفه جدا، بس انا ما حبيتش يعني ايه اخرج بره واطلع. طيب انتوا عارفين طبعا الخيل ده عارف فيها جدا في الكوميونيتيز ومنتشره بشكل طبيعي جدا، وخاصه في الايجنج هو الايجنج كريتيكال اللي هو سن الادوليسنس، الناس اللي هي بتبدا ايه تستكشف كده حوالينا، تبقى طول عمره كويس جدا وقاعد وحلو وبيسمع كلام، وبعدين فجاه كده يبقى مع اصحابه يوم يكون وبيشرب سجاير وبيعملوا حاجات مختلفه عن اللي هو بيعملها، فيبدا الاكسبلور اجرب بس مره الاول، لا ده غلط ده حرام ده مش عارف ايه في الاول، يبقى بطل كده وبعدين ايه تنزلق قدامه ويمشي في هذه السكه. وللاسف يعني كتير من الاحيان مش بتبقى بس السكه دي، بتبقى حاجات اوحش اوحش من الصوت. ف طبعا هي يعني الانتشار بتاعها للاسف يعني البريفلنس اللي شفناه ده، انا اظن ان لحد الان بس ده هو مع حق يعني مسجل الاستاذ طلع كده، ده انتشار يعني زائد بشكل مش كويس، وعايزه فعلا انترفنشن كبير يعني عشان دي زي ما شايفين رابط سبريك ان ديفلوبمنت كانتريز. انتوا بتشوفوا طبعا كمان من الحاجات اللي بتاثر الميديا دايما، بيشوفوا البطل بقى في الفيلم ولا في حاجه صاحبته سابته او حاجه هم بيتوقعوا ان دي هتبقى ستريس ريليف، واللي بيقولوا لبعض بقى الشباب ده بس تجرب بس تتوق شويه وبعد كده مش هتمسكيك ولا حاجه، ده مش هتعمل يعني هاليوتيشن ولا اي حاجه، وتجر بقى حاجات بعد كده. رابيدلي سبريدنج انفورشنتلي وبروجريسفلي انكريزنج امونج فيميلز، ودي حاجه سيئه جدا، واللي زي كمان معاها زي ما انتم عارفين ايه صاحبتك زايد جدا بشكل مخيف. ايه الفاكتورز اللي بتاثر على الهازارد في السموكينج؟ طبعا باللوجيك كده بنقول اول حاجه فورم السموكينج، السيجرت دي اوحش اسوأ يعني من السيجار والبايب والشيشه مثلا، ولكن كلهم ايه؟ وكلهم سيء يعني مفيش حاجه منهم حلوه وحاجه وحشه، كله وحش. كواليتي طبعا كل ما يبقى رديء نوعيه رديئه رخيصه بتبقى اسوأ. ايج ستارتنج طبعا ذا ايرليير ستارت ذا ورست كومبليكيشنز والمشاكل بتاعها والهازرز بتاعتها. في طبعا السموكينج بقى قد ايه بيدخن دي بتاثر. سموكينج بروسس هي السيجاره نفسها قد ايه هو بيشربها كلها ولا بس بيتنظر بيها كده يعني خد كام نفس، طب هو بيطلع نفس بيعرف يطلع نفس ده ولا بيقعد يدخنه بقى ويقعد يستكشفه كده يعني دي برضه ايه بيتاثر سموكينج بروسس. انتوا عارفين طبعا في يعني مواد ضاره كتير جدا في السيجاره مش بس النيكوتين، فيها يعني مش عايزه اقول عشرات ولا يعني عشرات المواد الضاره، تضاد النيكوتين وانتار اذر هارمفول سبستنسز تحميل كارسينوجين، والبرودكت بتاعت التوباكو سبيشالي كاربون مونوكسيد دي ماساه من الماسي. في حاجات منها زي ما تشوفوا النيكوتين ده مش كارسينوجين، ولكن هو ادكتف ادكتف يعني يخلي الناس دايما عايزه نيكوتين، الجسم هيبقى خلاص اتعود عليه وعايز نيكوتين على طول، ولما يبقى ادكتف هياخد سجاير اكتر، ولما ياخد سجاير اكتر في اذر سبستنسز في السجاير دي ذات ار كارسينوجين مش النيكوتين نفسه، ولكن الحاجات الثانيه البروتينز الثانيه في السجاير. طيب ايه الكام ادفرس افكتس اوف توباكو سموكينج؟ اول حاجه كارديو فاسكولار انتوا عارفين طبعا السموكينج ده ريسك فاكتور للكارديو فاسكولار ديزيز زي ما قلنا من شويه، بيعمل انجري للكليه وبرده بيعمل ريسك للبريفرال فاسكولار ديزيزز، وبيبقى هو ان كومبينيشن وذ اذر ريسك فاكتورز بيبقى ايه بيبقى ريسك فاكتور للكورونا زي ايه كومبينيشن هو معاه بقى هايبر كوليسترولينج معاه هايبر تنشن معاه اوبيستي فتبقى ايه كومبايند ريسك فاكتورز. الحلو في الموضوع ان الكارديك ريسك ايفنتس دي الحلو فيها انها ريفرسبل، يعني اكوردنج تو ذا دبليو اتش او اللي هي وورلد هيلث اورجانيزيشن قالوا ان الواحد لو بطل سموكينج فبعد سنه واحده الايه الريسك بتاع كورونري هارت ديزيز بتاعه بيقل باي 50%، وبعد 15 سنه من سموكينج سيستيشن بيقل بيبقى الايه بيبقى الريسك بتاعه في كورونري هارت ديزيز او داي فور كورونري هارت ديزيز ابروتشز النورمال بيرسون اللي هو عمره ما بس شوفوا بقى الوقت طويل قد ايه. بس ده لو هو ما عملش حاجه غير سموكينج يعني ده ما عندوش مشكله غير سموكينج. اه بالظبط كده ده ما عندوش مشكله غير سموكينج.
دي كانت الكارديو فاسكولار. تاني حاجه السيريبرو فاسكولار ديزيز، ايه اللي ممكن يحصل بالسيريبرو فاسكولار ديزيز؟ هو ده السموكينج ده ريسك فاكتور للسيريبرو فاسكولار ديزيز، اللي هي عباره عن نيورولوجيك ديفيسيت ريزلتنج فروم انتربشن اوف ارتيريال بلاد فلو، ممكن تؤدي الى حاجه يعني تمبرري زي ترانزيت اسكيميك اتاك، وممكن تؤدي الى بيرمننت بروبلم زي الستروك. طيب الكانسر زي ما كنا بنقول دلوقتي المكتين نفسه ما هوش كارسينوجين، ولكن هو افكتف وبالتالي بياخد مواد يعني الكارسينوجين سبستنس الثانيه في السيجاره، ويجيله كانسر في ديفرنت بليسز زي كانسر لانج، لارنكس، ماوث، نيزل كافيتي، فارنكس، اسوفيجاس، بلادر، سيرفكس اند اذرز. وده برضه سينرجستك سموكينج له سينرجستك افكت مع حاجات ثانيه، لو ايه؟ لو هو مثلا تعرض لاسبستس في الفاكتوري اللي بيشتغل فيه، فيبقى فيه كومبايند ريسك فاكتورز كارسينوجينيك افكت. ايه كمان غير الكانسرز؟ بالنسبه للار طبعا السموكر ده بيبقى معرض اكتر، لان الانفيليوم بتاعته كلها مش هيلثي، فمعرض اكتر للور انفكشن زي انفلونزا، نيمونيا، وان ذا لونج ران ممكن يحصل له امفيزيما وازمه. طيب ايه اللي بعد كده؟ البيريودونتاسيس بيحصل له ديفرنت ليجنز يعني في التيث، ده طبعا ده الانتاس يعني على الاقل خالص اللي بيشرب سجاير بس هتبقى اسنانه مش هيلثي، وهتبقى لونها مصفره، وهتبقى طبعا عنده البريف بتاع النص بتاعه مش كويس، ومرور الوقت طبعا بيحصل ديفرنت بروبلمز دي بسبب الفاسكولار ليجنز اللي بتحصل. طيب ايه تاني؟ عندنا انفيبرال اوت كام بريجنسي ممكن يسبب في لو كانت الفيميل سموكر ممكن يحصل لها ابورشن، او ممكن يحصل لها لو بيرث ويت، ممكن يؤدي الى تكتيك ارسل، وده الاكشن بروبلمز. طيب ما هي مشكله الباسيف سموكينج؟ هي مشكله كبيره جدا طبعا، لان ايه؟ طبعا انا مش بدخن، ومخليه نفسي يعني مخليه بالي ان انا بخش. ادخل المكان او اركب تاكسي مثلا الاقي سواق التاكسي بيدخن، ادخل المحل الاقي الناس بتدخن، يعني الباسيف سموكينج ده غير انه مؤذي يعني بالذات ليه اضرار اخرى، وبرضه تعتمد على قد ايه انا بتعرض يعني مده قد ايه، والفريكونسي والاكسبوجر، والمكان متهوي ولا لا، وكراودد ولا لا. ايه اكتر اماكن بتتعرض فيها الناس بتاكل سموكي؟ في البيوت، ده طبعا الام او الاب بيشربوا سجاير، والاطفال والبريجننت ليديز هم دول اكتر الناس بيبقوا اكسبوز. والاماكن العمل والاوفيسز ووسائل المواصلات العامه، دي اكتر اماكن بتتعرض فيها للكاسر سموكي. طيب ازاي بقى نعمل كنترول للسموكي؟ في ثلاث ايتمز، منتهى البساطه. اول واحده education program، تاني واحدة enforced restriction، تالت حاجة management disorders. سامعين؟ واحدة واحدة كده. education program نعلم الناس عامة الpublic كله، ونوجه التعليم بتاعنا أساسا لمين؟ للهم الناس اللي احنا بنخاف عليهم الصغيرين اللي هم ما عندهمش، يعني المفروض يبقى في برامج في المدرسة. المفروض يبقى في البرامج دي بتبقى يعني مش بس كده يعني بطريقة عقيمة تدرسهم واحد اثنين ثلاثة، لا تتعمل على شكل مثلا بروجكت، تتعمل على شكل ياخدهم رحله ويعلمهم، يوريهم مثلا فيديوز، يصوريهم صور، تخلي الحاجه تخليهم هم نفسهم مزروع جواهم ان دي حاجه غلط، حاجه مش كويسه. من سن المراهقه دي بالذات اللي هي السن اللي بيبقى فيه الشباب يحبوا يكسبلور حاجات، طب ليه ده ممنوع؟ طب انا عايز اجرب، عايز اشوف. فدي الحاجات السن ده اللي احنا لازم نتارجت فيه. طبعا الهاي ريسك جروبس، الناس اللي عندها الكارديو فاسكولار ديزيزز، الناس اللي بتستخدم اورال كونتراسبتورز، الدايابيتكس، الوركرز في المصانع اللي فيها اسبستس، الناس دي دول سبيشالي دول بيبقوا هاي ريسك. مش بقول ان البوبيليشن الثانيه يعني ما نعلمهمش، لا، بس ده سبيشال فوكس للناس دي. خلاص عرفنا مين هم الاتس، نبدا جنرال البابليك، بعد كده نيجي على اللوكال على السبيرتس والناس الصغيره في سن الخطر، وبعد كده الناس اللي هم اوريدي عندهم اذر ريسك فاكتورز. الناس بتتكلم عن سؤال؟ في سؤال؟ طيب بعد كده نمرة اتنين انفورس ريستريكشن، دي بتبقى ايه؟ عبارة عن القوانين التي تمنع تدخين وتعمل أماكن للمدخنين وأماكن لغير المدخنين وهكذا، وعقوبات بقى على ايه؟ على اللي بيدخن. تاني حاجة انتوا شفتوا السجاير كلها،
التدخين ضار جدا بصحتي، ومره حطيت له واحد بيموت، ومره حطيت له واحد مش عارفه اعمل ده، فحطيت له جهاز بتاع جهاز ال وعادي جدا الناس بتشتري الحاجات دي، واضح انها هي افكتيف يعني. بس ده بقى باي لو ده ريكوايرد من كل السموكينج كمبانيز انها لازم تحط التحذير ده، اللي هو ايه سموكينج از هازردس تو يور هيلث اند اتس ريسبونسبيلتي اوف سموكينج. وهو يشوف الصور ديت وايه ويشتري العلبه ويشتري الشعر. نعم؟ انا ما مش عارفه بصراحه. وزي ما قلت زي ما اتفقنا ريستريكت افيلابيلتي ستيلز اوف سيرفيس المفروض بقى تكون فيلد. دي بقى دي فعلا دي لو اتحققت اعتبروها كلام في السياسه، بس يعني فعلا لو الاوثورتي حققت دوت شفتوا وشاف السجاير اللي هي كل كشك 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 بيبيع سجاير، واللي بيشتروا السجاير دلوقتي الاطفال فعلا مش اقدر اقول مش مراهقين، في اطفال بتشرب سجاير. وكمان اطفال الشوارع اللي هم عمالين بيقفوا من العربيات ويمسحوا العربيه وياخدوا فلوس، انتوا عارفين ان دول بياخدوا الفلوس دي يشربوا بيها سجاير؟ زي ما تاخدش منهم، هو طبعا اللي مشغلهم واللي مسرعهم هو اللي بياخد الفلوس، بس دول الاطفال دي مأساة من المأساة. المفروض ان احنا يعني لو في لوز محترم تعرف كل كشك وكل مكان يبيع للصغيرين دول كانت المشكله دي اتحلت. واظن انها مش صعبه لو اتحققت من كل النواحي، يعني لو من فوق شغال ولو من الكوميونتي شغال ولو طبعا شغالين على الاديوكيشن الصغير، لكن في افكت واضح جدا على كل المستويات. موافقني ولا مش موافقني؟ وتحسوا ساعات ان في حاجه موجهه ان احنا يعني عايزين الدنيا بتمشي في الاتجاه ده. بس طبعا يعني احنا المفروض كل واحد في الدور بتاعه. انتوا كدكاتره انتوا لسه وانتوا ستودنتس ما تعتبروش ان انتوا لسه صغيرين او ان انتوا ما تعرفوش، واعوا اللي حواليكم كلهم. حتى لو هي ست في نقطه في البيت، حتى لو هو البواب ابنه، اي حد اي حاجه خير تقدر تعملها انشرها. زمايلك وخليك دايما يعني تختار طبعا انتوا يعني عندكم ذا بيست كوميونيكيشن ميثودز، اختار الطريقه والوقت المناسب ان انت توعي الناس اللي حواليك ان هم دي حاجه مش كويسه، دي حاجه غلط. ولو تقدر بقى تقول لكش في السجاير بقى مش لو تقدر يعني. طبعا مش كده سموكينج بقى بتحس زي ما اخر حاجه اللي هي مانجمنت السموكرز، ودي حته من الحاجات صعبه جدا، لان زي ما انتم عارفين الحاجه دي ما جاتش من جوه الواحد هو نفسه اللي عايز يبطل، والستيج اوف تشينج والبيهيفير تشينج والبيهيفير موديفيكيشن ان انت بتمشي خطوات بري كونتمبليشن، هو لسه مش عارف انه عنده مشكله، وبعدين كونتمبليشن انا عايز اغير بس لسه ايه مش عارف اغيرها ازاي، يبدا إيه بقى ياخد اكشن، وبعد كده يبقى في يفضل على الاكشن تشينج فعلا يحصل، وبعد كده للاسف ايه السايكل بيمر تاني يعني يحصل له ريلابس. لكن المفروض دايما ايه البطل سيبك من ده يبقى اللي حواليه فاهم سبورت رهيب جدا، والاصحاب بتاعه يعملوا سبورت جامد جدا، ويبعد عن اي مكان فيه، يبعد عن اصدقاء السوء اللي هم دايما كل ما يشوفوها يحبوا يدوا السجاير دي تاني. فيعني الكويتنج السموكينج الكويتنج بروجرامز دي طرق يعني لها طرق متخصصه وممكن يبقى لها محاضرات يعني، ومش منها السجاره الالكترونيه طبعا، انا لا اوافق ابدا ان دي وسيله، دي حجه اللي بيشرب السجاره الالكترونيه ده بيقول ايه انا هبطل بيها، انا هقلل الكونسنتريشن يعني في لها زي في الباك كده طبعا زي ما انتم عمالين تقولوا انا بعرف الحاجات ازاي يعني مش كده ولا لا؟ في زيت بيتباع المفروض ان هو تركيز النيكوتين فيه يعني في الاول بيبدا عايز السيجاره اللي بره وبعد كده يشتري زيت اقل واقل واقل. انا اعرف ناس بقالهم اكتر من سنه بيشربوهم ما قللوش النيكوتين ولا بوينت حاجه بيرسونال. فدي بتبقى زي حجه للاسف. او ستوبينج سموكينج زي ما اتفقنا ريسك اوف هازرد ديكلاين بروجريسيفلي لحد ما يوصل لدان سموكينج ليفل قدام 10 15 years. دي بقى ايه الصوره دي بتورينا السموكينج ازاي بيبدا يقلل حاجه يعني كل يعني خلال 48 ساعه من في شورت تيرم بيرفكتس وفي طبعا لونج تيرم بيرفكتس. في خلال 48 ساعه هحسن الابيلتي تو سمل اند تيست، في خلال اسبوعين الى ثلاث شهور المشي بتاعه هيبقى احسن. انتوا عارفين طبعا لو حد رياضي وكان بيجري قبل كده وبيدخن هتبقى الكباسيتي بتاعته اللونج كباسيتي هتقل، قدرته على الجري قبل كده كان بيلعب كوره ولا بيلعب اي رياضه هتقل. ففي خلال اسبوعين الى ثلاث شهور هيحسن الايه القدره بتاعته على المشي. في خلال سنه شهر الى تسع شهور هيبقى البادي اوفر اول انرجي بتزيد. في خلال سنه اكسس ريسك اوف كورونر هارت ديزيز هيقل للنص. في خلال خمس سنين الكانسرز لان كانسر والريت لان كانسر ديث ريت ديكريزز اولموست هاف.
خلال 10 سنين هيقل الريسك اوف كانسر ماوث، والاغلب الكانسرز في خلال 15 سنه هيقل الريسك اوف كورونري ارتري ديزيز.